المعمر مرفق بلاصوص لصوبنا في الفيديو بخطوات بسيطة، نتمنى تجربوه. هنا مع الخضروات صوتي، بقوا معي لآخر الفيديو وتشوفوا الخطوات. مساء النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات قناة هامز كوكين شانل. اليوم غادي ندير معكم طيحة المعمر بالكبدة والكفتة والقلب. هنا عندي مكونات جد بسيطة، غادي نحتاج غير البصلة والثومة والربيع، وعندي الزعترة اللي غادي نديرها طرية، وغندير اليازير طري، وغادي ناخد التوابل غادي نديرها معكم مباشرة فوق النار باش نصوطي المكونات ديال الكبدة والقلب، وغادي نزيد عليها الكفتة. حتى الكفتة غادي غير نصهدها مع الطيباش حيت كطيب دغيا، حتى الاخر عاد غنزيد عليها الكفتة. بقاو معايا. هنا خديت مقلاة فوق النار، غادي نضيف لها القليل من زيت الزيتون، وغادي نضيف البصل، نزيد عليه الثوم، هذا التحريك، دابا غادي نضيف قليل من الزعترة اليابسة، غندير قليل من الزعترة اليابسة، وغنزيد عليها زعترة خضراء كي تبيني دي غير بهذه الطريقة. صافي غادي نحركها للتحريك. هنا غادي ناخذ الزعترة الخضراء، هاد العويدات ديال الزعترة اللي كندير معكم دائما في الوصفات. ناخذ غير الاوراق، يعني غناخذ غير الاوراق ديالها، غناخذ القليل من اليازير وغادي نضيفو حتى هو، غناخذ غير الاوراق ديالو. هنا زعما هاد الاعشاب المنسمه كتجي رائعه جدا، كنصحكم انكم تحاولوا انكم تدخلوا الاطباق ديالكم الاعشاب المنسمه، يعني كاين بزاف الاطباق اللي كيجيو لذاذ بالاعشاب المنسمه. دابا غادي نضيف القليل من الملح والابزار، القليل من الابزار، التحليب، وغادي نضيف مباشرة الكبدة والقلب وشوية ديال الشحمة هنايا مقطعة، غادي نضيفهم هنايا فوق الخليط، غادي نصوطيهم غير شوية حيت مازال غيطيبو هنا في الطيحان. هنا
هنا لاحظتوا درت الزيت قليل حيت عندي الشحمه غطلق لي داك الدسم ديالها صافي. نبقى نحرك هاد المكونات شويه على ما تولي طريه شويه معنا ونرجع معكم. هنا من بعد ما شويه بدات كتدخل هاد الطياب الكبده والقلب غادي نضيف باقي التوابل اللي هي القليل من الشونيه او فلفل الحار الاحمر شويه قليل من التحميره الخرقوم البلدي او الكركم وغادي نضيف القليل من القزبر الجاف مع التحريك صافي. غادي نحركها ونخليها شويه وغادي نضيف فوق منها الكفته ونخليها شويه تجمع ليا هاد التوابل وتشرب معايا شويه ملي بغيت نبدا الكفته نرجع معكم. هنا من بعد ما تقريبا الكبده والتوابل والقلب يعني جانسو كاملين غادي نضيف القليل من الكفته وغادي نحركها وما غاديش نخلي طيب الكفته غادي نخليها غير تسخن شويه. غادي نحاول نهرس الكفته باش تدخل لي مع المكونات كامله وتتبل حتى هي بلاصوص اللي عندي هنا صافي. وغادي نخليها واحد 3 دقائق وغادي نطفي النار يعني غادي نحيدها من فوق النار حتى وكان نبغي نخدم بها نخليها تبرد على ما نخدم معاها ونرجع معكم. هنا من بعد ما جنست لي المكونات كامله غادي نضيف الربيع مقطع حتى لاخر لحظه وغادي نحركهم وغادي ندوز باش نعمر الطيحان صافي. ندوز باش نعمر الطيحان ديالنا ونرجع معكم. دابا ها هو الخليط ديالنا جاهز نورمالمون خصني نخليه شويه يبرد انا ما خليتوش يبرد غادي نعمر به الطيحان. دابا غنبدا ناخذ وندخل هنا حاول اني تكون هنا عندي الفتحه كبيره انا حاولت اني نفتح الفتحه بزاف صافي. وغنبقى نعمر في الطيحان بهذه الطريقه انا حليته من هنا من هذا الجانب هانتوما كيف ما كتشوفوا نجي نقربوا لكم حليته من هذا الجانب وغادي هانتوما يعني نوضع بحال هكا نحاول اني نحلو مزيان بلاتي عفوا فوالا نحلو مزيان بهذه الطريقه ونخشي نحلو هكا ونخشي يعني نبدا نعمر فيه نهبط هانتوما يعني كنحاول اني نهبط هالحشوه ها هي طريقه اخرى نقدر نعمرو بهذه الطريقه هذه صافي. ونجمع الحشوه كلها لداخل حتى نعمرو كامل وغادي نرجع معكم. انتما كتشوفوا كيفاش بدا كيعمر نعمرو كامل ونرجع معكم. من بعد ما انتهيت من التعمار ديال الطيحان حاولت اني نخيطو من هاد الجوانب اللي عمرتو فيها
وغادي ندخلو دابا للفرن. درت القليل من الماء في الاناء اللي غادي نطيبو فيه، وندخلو الفرن على درجه الحراره 400 لمده واحد ساعه حتى لساعه ونص. يعني المكونات كلها عندي لداخل طيبه، غير شويه طحال تيبغي شويه طياب باش يجي رطب باش ما يجيش قاصح. ونشوفكم ان شاء الله في طبق التقديم. هنا خديت البصله طويله وقرتها، زدت معها ورقه سيدنا موسى او ورقه الرنج، وزدت معها زعتر خضراء وخيزو، وغادي نضيف القليل من الزبده، وغادي نسوطي جميع المكونات اللي كاينه تما، وغادي نكمل معكم الخطوات. هنا وضعت الكل فوق النار، وغادي نضيف عليهم القليل من الزبده. وغادي نحاول اني نحركهم شويه. غادي نضيف هنا الزعتره جافه، القليل منها، مع التحريك صافي. وغادي نحمر شويه ديال الدقيق ونرجع معكم. هنا من بعد ما صوطيت هاد المكونات، غناخذ لاصوص اللي نزلت ليا من الطحال، وغادي نضيفها مباشره فوق هاد الخليط، وغادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، وغنخليها الجنس ديال المكونات كلها. من بعد ما صفيت لاصوص اللي حصلت عليها في هذا الخليط الاول، غادي نضيفها مباشره فوق النار. غادي نضيف عليها واحد المعلقه دابا، غادي نضيف عليها واحد المعلقه ديال الدقيق محمر بعد ما يكون حمرنا. نورمالمون انا كيكون عندي جاهز كنخشيه في الفريغو وكناخذو كما كتشوفوا معايا. هنا معلقه، غادي نحاول اني نغربلو شويه. صافي غناخذ القليل منه مع التحريك، وغادي نحرك هذا الصوص صافي، ونخليها تعقد معايا ونرجع معكم في طبق التقديم. طحال معمر رافقته هنا مع خضروات، درت هنا ديفيرين ديال الغواكامول مع الباربا او البيتراف، هنا درت فيرين ديال التونه مع الطون او الطون مع الخوخ، درت معها لا سيبوليت، يعني بتفاصيل بسيطه بقليل من الخضروات. نتمنى تجربوه. هنا رافقت معاه لاصوص ديالو، يعني فعلا طبق زوين. شوفوا لا تيكستور كي دايره كي معمر، فعلا طبق يستحق التجربه، نتمنى تجربوه. بالنسبه للبيض هنايا، البيض سلقته في الباربا، في الماء ديال الباربا، وهنا في الماء ديال السبانخ، ودرت معاهم شويه ديال سميتو هذاك الكيوكومبر. This is liver with ground meat pate. Enjoy with your family. Bon appétit.